كباب وتك مطعم زلزور جبت وصل شيل الخبز علاوي بعد تك تتكلم بس ازرع لي ازرع لي شوفه متر على عيال ازرع شوفه متر شي شين ب 25,000 مطعم زرزور احسن من حج حسين وفلوجي وكل المطاعم بس انا مشكله شي شين ب 25 يعني يا سلام ما بيهم نص كيلو لحم غنم بلاش باع المقبلات باو الف عافيه الف عافيه لا مو شطر هذا عنبه مو هاي شعبيه لا صرمر واحده راح يسوي لا جبت لي خبز يجيبون هاك 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 على هالخبزه ما يخاف عيوني جيب لنا خبز عروق خبز عروق يلا عيني الف عافيه الف عافيه طبعا بابا كباب برعاية بطولة العالم ان شاء الله ترقبوا ظهور بطولة العالم بشهر السادس برعاية شركة زيونا جروب واحلى رماش المطعم زرزور علاء شيل السيف صور الله هذا قوس النصر أرسليم عربية فرجينيا ملك الكمال العالم عيسى العوام الله اكبر اكل تبر اليهود والفرس والمجوس والفرنجه وعاش العرب والمسلمون الله اكبر وليخشى الخاسرون اكلوا عمي اكلوا عمي ترقبوا ظهورنا في مطعم حجي بدوري بضيافة المتمكن من قبل طلع صورتين المتمكن سوا اخترع